السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعات بالكود أو الشغل أو الالتفاف مع عاصمة أخرى بيلزمني بمسافة معينة بين عنصرين، فأنا عايز أثبت المسافة دي مثلا بطرق معينة، عايز أثبت المسافة بينهم وهكذا. إزاي أعمل الموضوع دوت؟ لو أنت عملت سيلكت على أي عنصر بيبدأ يجيب لك دايمنشن مؤقت بالشكل دوت، لو دوست على العلامة ديت بيتحول الدايمنشن ده، ده مش حقيقي، لو دوست بره يفضل موجود. لو أنت عملت سيلكت بتلاقي فيه قفل، القفل ده لما يكون مقفول يبقى هو كده مرتبط بالعنصر التاني، لو العنصر ده اتحرك هو بيتحرك معاه. لو انا عملت سيلكت كده على العناصر كلها وجيت استخدمت امر موف ونقلت كده، تمام، هتلاقي العناصر اللي مش معمول لها قفل هي بتتحرك، واللي معمول لها قفل خلاص دي ثابته. طيب هل في طريقه اخرى؟ اه في طريقه اخرى، هلغي القفل ده خالص والغي الدبش ده خالص واجي هنا ده اختيار موف ويز نير بي المنت. ده بيعمل ايه؟ هيتحرك مع العنصر اللي اتحرك، اول ما ابدا احرك معاه هيتحرك معايا، تمام. بس لو جيت اتحركت مفيش اي مشكله خالص، يعني ما مش بغلاسه الاختيار الاولي، تمام. لا ده مثلا لما اجي احرك هو تاني هتلاقيه بيتحرك معايا، تمام. فهو موف ويز نيربي اليمنت هيخلي العناصر زي الفرنتشر تبدا تتحرك مع الحوائط،